أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالدين القيم العظيم الذي فرضه الله علينا أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين فالإخلاص شرط أساسي في صحة الأعمال وقبولها عند الله عز وجل وحقيقة الإخلاص تخليص الأعمال وتصفيتها من الرياء والسمعة والشرك والعجب وطلب شيء من أعراض الدنيا فيخلص الإنسان عمله لله عز وجل وحده قال الله سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصاً له ديني وإذا كان العمل ليس فيه إخلاص لله فإن الله عز وجل لا يقبله بل هو مردود على صاحبه غير مقبول منه
خرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى أغنى الشركاء، فمن شرك في عمله غير الله عز وجل بأن ينوي بهذا العمل وجه الله ويريد به شيئاً من أعراض الدنيا، قال الله تعالى: تركته وشركه. فيترك الله العامل فلا يقبل منه عمله. وفي الحديث القدسي، هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اعلم أيها المسلم أن الله تعالى لا يقبل منك أي عبادة من صلاة أو صيام أو صدقة أو قراءة قرآن أو بر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من أعمال الخير، لا يقبل الله شيئا من الأعمال إلا إذا كانت خالصة لله ليس فيها نية أخرى. فإذا خالطها نية أخرى فالله لا يقبل هذا العمل، تركته وشركه. قال بعض العلماء: وهذا من معاني اسم الله المتكبر، فإن الله عز وجل لكمال كبريائه وعزته لا يريد عملاً إلا خالصاً لا يشاركه نية أخرى. والعمل إذا كان خالصاً لله ترتبت عليه آثاره الحميدة في الدنيا والآخرة، فإن الإخلاص يا عباد الله به تتحقق بركة الأعمال وثمرتها وفوائدها، حتى إنه شرع لنا الإخلاص في الأمور الضرورية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، أي حتى ما تنفق به على زوجتك وعلى ولدك فأنت تؤجر على هذه النفقة بشرط أن تبتغي بها وجه الله وأن تخلص في طلب هذه النفقة لله عز وجل فتؤجر على هذا. وانظر أيها المسلم إلى ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الإخلاص سبب لدفع الشرور والفتن والمصائب عن المسلم، فيحفظ الله عز وجل هذا المخلص من الزيغ والانحراف، ويكون إخلاصه لله سبباً لثباته على هذا الدين. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مثال حي على هذا، فإن يوسف عليه السلام لما كان في مصر دعته امرأة العزيز زوجة الملك وراودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، هيأت له كل شيء ويسرت له جميع ما يدعو إلى فعل الفاحشة، وهي امرأة العزيز زوجة ملك وعادة زوجات الملوك أنهن من أحسن النساء جمالاً. ثم هي الطالبة وفي بيتها، ويوسف رجل شاب عزب، فماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال الله سبحانه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب أن موسى من المخلصين الذين يخلصون أعمالهم لله تعالى،
فلا يريدون عليها مدحا ولا ثناء ولا يريدون بها شيئا إلا وجه الله عز وجل. لهذا السبب صرف الله عن يوسف الفاحشة وعصمه من الوقوع في الزنا والعياذ بالله من ذلك. من الذي يأمن على نفسه إذا دعي إلى الفاحشة ويسرت له جميع أسبابها؟ لا يعصم في هذا المقام إلا من عصمه الله عز وجل. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعليك أيها المسلم بتحقيق الإخلاص لله عز وجل حتى تنجو من هذه الفتن ومن أسباب الزيغ والانحراف والعياذ بالله من ذلك. ومن أمثلة نجاة الله عز وجل للمخلصين من مصائب الدنيا ومن أقدار الله تعالى ما قص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين عن ثلاثة من بني إسرائيل: آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، غربت عليهم الشمس فوجدوا غارا في جبل فدخلوا ذلك الغار، فلما دخلوه انطبقت صخرة عظيمة فسدت عليهم طريق الغار، فكانوا لا يستطيعون الخروج من ذلك الغار. وانظر في هذا الموقف أيها المسلم، غار في رأس جبل، ليس عندهم أحد يستعينون به على إزالة هذه الصخرة العظيمة، وهم لا يستطيعون ذلك. فماذا قالوا؟ وما سبب خروجهم من هذه المصيبة العظيمة؟ إنه الإخلاص لله عز وجل، أعمال صالحة أخلصوا فيها لله عز وجل. قال قائل منهم: إن الله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة استحضر عملا صالحا عمله في حال الرخاء، رأى أنه أخلص فيه لله تعالى، لعلمهم أنه لا نجاه ولا قبول من الأعمال عند الله إلا ما كانت لوجه الله خالصة. فأولهم دعا الله عز وجل بعمل صالح عمله وهو بره بوالديه، فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فجئت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فبقيت والقدح تحت قدمي حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا عند طلوع الفجر فشربا غبوقهما. انظر في هذا العمل الصالح وفي هذا البر العظيم، رجل يطعم والديه من اللبن، فكان يذهب ويأتي باللبن ويحلبه من الغنم، فجاء في ليلة من الليالي فوجد أبويه وقد ناما، فمن بره بأبويه وحبه لهم كره أن يزعجهما وأن يوقظهما من النوم، فتركهما ينامان ويأخذا راحتهما من النوم. بقي والقدح على يديه وأطفاله الصغار يتضاغون يريدون أن يشربوا من هذا اللبن ويريدون ما يسد به جوعهم، وهو يأبى لأنه قد عين هذا اللبن لأبويه، انتظر لأنه يخاف إذا شرب أبناءه أن يقوم والداه فلا يجد لبنا،
فبقي منتظرا متى يستيقظ الوالدان، فما استيقظا إلا عند طلوع الفجر، فأعطاهما اللبن فشربا حتى شبعا. فقال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. يعني أنه عمل هذا العمل العظيم وهذا البر بوالديه، ما أراد أن يمدح على هذا وأن يقول الناس هذا رجل بار بوالديه، أو أنه يفعل ذلك من أجل أن يعطى مصلحة من أبويه، لا، ولكنه قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجه الله، فافرج عنا ما نحن فيه. فصدقه الله فيما قال، لأن الله علم أن هذا الرجل كان مخلصا، فلهذا انفرجت الصخرة قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخلاص منها. ثم دعا الثاني، رفع يديه ودعا نعم وقال: اللهم إنه كان لي أجراء عمال يشتغلون عندي، فأعطيت كل واحد أجره غير رجل منهم، ترك الذي له وذهب، لم يطلب أجره ولم أعطه. قال: فأخذته عندي. قال: فنميته، نمى هذا الأجر وذهب يشتغل به حتى صار واديا من الغنم، أجرة عامل من العمال. وهذا من بر هذا الرجل ومن إحسانه إلى عماله، فلم يجحد حقه، بل إنه أحسن إليه حيث أخذ هذا المال وذهب يشتغل به حتى صار واديا من الغنم. من اليوم يستطيع أن يفعل مثل هذا العمل ويجتهد في الإحسان إلى عماله بهذا الإحسان العظيم؟ قال: حتى صار واديا من الغنم. فجاءني بعد حين، بعد زمن طويل، فقال لي: يا عبد الله، أعطني أجري. قال: فقلت له: كل ما ترى في هذا الوادي فإنه أجرك. قال: يا عبد الله، أعطني أجري ولا تستهزئ بي. ما صدق أن يكون هذا الأجر، لأن أجرته مال قليل، فكيف يكون واديا من الغنم؟ قال: يا عبد الله، قال له: هذا أجرك. ثم ذكر له أنه نماه واشتغل فيه حتى صار واديا من الغنم. قال: فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا، أخذ الغنم كلها. فقال هذا الرجل ورفع يديه إلى السماء: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فعل هذا الفعل العظيم وهذا الإحسان إلى هذا الأجير العامل المسكين، فعل ذلك من أجل الله عز وجل، نمى ماله واشتغل به حتى صار هذا الوادي من الغنم. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، وقال الرجل الثالث: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين. هذا الرجل يذكر حاله مع بنت عمه، أنه كان يحبها
وكان يعشقها كما يعشق الرجال النساء. قال: فأردتها على نفسها فامتنعت. أراد أن يزني بها فامتنعت، لأنها كانت امرأة عفيفة. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، أي صارت في فقر وحاجة شديدة إلى المال، فجاءت إلي لأنه ابن عمها تريد منه مالا. قال: فأعطيتها مالا على أن تخلي بيني وبين نفسها. اشترط عليها الزنا والعياذ بالله، لأنه قد تعلق قلبه بها وصار يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ويطمع في الوصول إليها لولا أنها عفيفة. فلما جاءت إليه استغل فقرها وحاجتها إلى المال، فاشترط عليها الفاحشة والعياذ بالله، فرضيت بذلك لا محبة في الزنا فإنها عفيفة، ولكنها رضيت بذلك لحاجتها إلى المال فضعفت نفسها. قال هذا الرجل: فلما قعدت بين رجليها، وفي رواية: فلما قعدت منها كما يقعد الرجل من زوجته، قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالله عز وجل لصلاحها وعفتها وقوة إيمانها: اتق الله فاحذر من الزنا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وحقه عقد النكاح الشرعي، أي أنني محرمة عليك إلا بطريق شرعي، وهو عقد النكاح الذي شرعه الله بيننا. قال ذلك الرجل: فانصرفت عنها وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فانظر أيها المسلم إلى هذه الأعمال الصالحة العظيمة التي عملها أصحابها، وما عملوها إلا وقد أخلصوا لله تعالى فيها. فهذا الرجل الثالث الأخير توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله، أخلص فيه لله عز وجل، وهو عفته عن الحرام. أن تيسرت له فعل الفاحشة، ولكن هذه المرأة الصالحة لما وعظته التعب ولما خوفته بالله تعالى خاف، فقالت له: اتق الله. لما ذكرته بالله عز وجل قنع منها وانصرف عنها، لم ينصرف عنها إلا من أجل الله وتعظيما لتحريم الله تعالى للزنا. ولا شك أن هذا من الأعمال الصالحة، فكما أن المسلم يؤجر على فعله الطاعة، فكذلك يؤجر على ترك الحرام إذا ترك الحرام ابتغاء وجه الله. وقد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحسنات قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي رواية في صحيح البخاري قال الله تعالى: إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، من أجلي. فإذا ترك المسلم المعصية من أجل الله وخوفا من عذاب الله لا خوفا من الناس، فإن الله يثيبه أعظم الثواب، وخصوصا إذا كانت المعصية بينه وبين الله لا يعلمها أحد من الناس، فصار يراقب الله أكثر من مراقبته للناس، ويعظم الله أكثر من تعظيمه للناس، ويستحيي من الله أكثر من حيائه من الناس. لا شك أن هذا أعظم منزلة وقربة عند الله عز وجل، فكيف لا يثيبه الله، وكيف لا يحبه الله وهو يعظمه. وبالعكس،
من كان يخاف من الناس أكثر من خوفه من الله، يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله، يخاف إذا عرف الناس أنه عاصي أن يفتضح، وأن تسقط سمعته، وأن تتشوه حالته، فهذا والعياذ بالله ضرب من النفاق. قال الله سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ورحم الله بلال بن سعد إذ قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فعلينا أيها الناس بتحقيق الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا في السر والضراء، في الخلوة والجلوة، في الشدة والرخاء، فإن بالإخلاص ننال الأجر العظيم والثواب الكبير. ففي الدنيا نرى بركة هذه الأعمال، فإن بركة العمل إنما تتحقق إذا كان صاحبه أخلص فيه لله، وأما في الآخرة فأجر الآخرة أكبر وأعظم. نسأل الله بأسمائه وصفاته وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.